واي فاي بلا حدود مع مش راوتر لينكسس فيلوب. المش راوتر موديل MX4200 من شركة لينكسس يقدم معه سرعة الواي فاي 6 للأجهزة الداعمة مع الحفاظ على التوافق المسبق للإصدارات القديمة من الأجهزة. يعتمد المش راوتر الجديد على نظام ثلاثي النطاق لبث الشبكة، شبكة 2.4 جيجا هرتز وشبكتين 5 جيجا هرتز، ويقدم سرعات عالية تصل إلى 4.2 جيجا بت بالثانية وأداء أقوى بمعدل 3.5 مرات مقارنة بالواي فاي 5. الواي فاي 6 قادر على إرسال واستقبال البيانات بشكل أسرع وتغطية أفضل، ولهذا السبب راح يدعم المش راوتر اتصال أكثر من 40 جهاز في نفس الوقت، سواء للعب أو التصفح أو إنشاء مكالمات الفيديو وغيرها، بدون أي تقطيع في الاتصال من أي جهاز على الشبكة. والمش راوتر الواحد من لينكسس فيلوب بإمكانه يغطي حتى 3 غرف، مع إمكانية زيادتها بحسب حاجتنا إلى 3 مش راوتر لتغطية حتى 9 غرف. وللأمان يدعم الجهاز تشفير WPA3 للحماية من الاختراق، ويدعم التحديثات الهوائية لزيادة الأمان، وأيضا شبكة واي فاي منفصلة للضيوف. في خلف الجهاز 4 منافذ إيثرنت ومنفذ USB والمنفذ الخاص لتوصيلة الكهرباء، وفي الأعلى عندنا إضاءة، والهدف من هذه الإضاءة أنها تعلمنا إذا كان الجهاز متصل بالإنترنت أو يحتاج إلى الإعدادات. وإعداد المش راوتر يكون عن طريق تطبيق لينكسس المتوفر على الأندرويد والآيOS، والتطبيق فيه مزايا مفيدة جدا مثل التحكم الأبوي وتحديد أولويات الجهاز واختبار السرعة وغيرها من المزايا. كده وصلنا إلى نهاية الفيديو، يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.